اهلا بيكم مشاهدينا، بنجدد التحيه بحضراتكم وبنبدا مع بعض برنامج طعم البيوت. عندنا من خلال وقتنا فقرتين، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن الانجازات المهمه والكتير اللي حصلت عليها المراه في عصرها الذهبي، العصر اللي بنعيشه في ظل قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنتكلم عن إنجازات كتير في مجالات كتير كلها حست بيها المرأة وأثرت على الأسرة بشكل عام وطبعا بشكل إيجابي. ده هيكون موضوع فقرتنا الأولى. أما فقرتنا التانية فهي طريقة جديدة في التعلم، طريقة المنتسوري. يا ترى الطريقة دي جديدة فعلا ولا موجودة من زمان بس بدأنا نتعرف عليها بشكل جديد؟ يا ترى الطريقة دي لذوي الهمم بس ولا للناس العادية كمان؟ يا ترى الصغيرين بس ولا الكبار كمان ممكن يستفيدوا منها ويبدأوا يدوروا جواهم على مواهب كتير وعلى ابتكارات من خلال طريقة التعلم دي؟ هنتكلم عنها من خلال فقرتنا التانية. لكن هنخرج دلوقتي نقدم تقرير بنتكلم فيه عن الأعمال الدرامية اللي تناولت قضايا المرأة، قد تكون أثرت فيها كمان بالنسبة للمشاهدين وبالنسبة للمشرعين، فممكن تسن قوانين جديدة تخدم المرأة وتوفر لها حقوقها من خلال هذه الأعمال الدرامية. المجلس القومي للمرأة كان مهتم بتكريم هذه الأعمال. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم نتكلم عن المكتسبات. مبسوطة جدا ان هم مهتمين بكل المسلسلات والمسلسلات اللي كان فيها رسائل للمرأة او للاطفال او للبنات، فدي حاجة كبيرة قوي عندي. يعني مرأة في الدراما المصرية، مرأة في الدراما المصرية هي مش بس في الدراما المصرية، مرأة في بيوتنا المصرية، هي امي، هي اختي، هي مراتي، هي بنتي. المرأة في الدراما المصرية عملناها السنة دي بشكل لطيف، بشكل مختلف. احتفالية المجلس القومي للمرأة النهاردة سعيد بوجودي فيها وسعيد بتكريمنا فيها وسعيد بأننا قدرنا نقدم عمل بنتكرم عليه النهاردة في هذه الاحتفالية. طبعا مش كمالة عدد، طبعا وجودنا مهم ودورنا مهم، لأن المرأة هي الكيان اللي بتتمحور حوله الحياة. ده مش تحيز لكن دي حقيقة. هنتكلم عن المكتسبات والإنجازات اللي حصلت عليها المرأة في هذه الفترة في العصر الذهبي من خلال لقائنا مع ضيفتنا اللي منورانا وبتنورنا دايما، الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حول. مرحب بيكي، منورانا. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني احنا بنقول ان ده العصر الذهبي اللي بتعيشه المرأة المصرية، ومش كلام، لأن شايفين دور المرأة اختلف، مكتسبات المرأة الحمد لله بقت كتير، المكانة اللي بتعيشها المرأة دلوقتي مكانة كانت بتطمح ليها من سنين كتير، الرعاية والخدمات اللي بتقدم صحيح. للمرأة علشان تقدر إنها تكون داعم لأسرتها كتير جدا، فخلينا نتكلم عن بعض الإنجازات الكتير اللي حصلت عليها المرأة في الكام سنة اللي فاتت. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا أبدأ بحاجة بقى قبل ما نتكلم على مكتسبات، سواء من الناحية الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، خلينا نقول حاجة بسيطة جدا ويمكن كل السيدات سواء المرأة العاملة أو ربة المنزل لمسين دوت. هفكركم بحاجة كده، إن إحنا قبل 2014، قبل تولي سيادة الرئيس لمقاليد الحكم، وطبعا إحنا في يوم جميل النهاردة 8 يونيو اللي هو اليوم اللي تولى فيه سيادة الرئيس 2014، هفكركم بالأمن، هفكركم إن إحنا النهاردة وأنا نازلة وجاية عشان أقعد وأسجل مع حضرتك وبرضو سيادتك وأي امرأة موجودة يعني بتشاهدنا حتى في جهاز التلفزيون، ان احنا عارفين نلبس هدومنا، عارفين نمشي في الشارع، عارفين حتى لو احنا قاعدين جوه البيت ان انتي مطمئنه على زوجك واولادك.
لو نفتكر، مش عايزه اجيب طبعا يعني ذكرى انا بقول عليها الذكرى الاليمه، اللي هو الغزو الاخواني الغاشم اللي احنا اصلا عملناه، ان احنا ما كنتيش بتعرفي تلبسي هدومك، مش هتلبسي بقى اللي هي دهب واكسسوار، لا لا لا، ده الهدوم العاديه مش عارفه تمشي في الشارع، مفيش امن، مفيش احساس ان انت عايشه على بلد على ارضيه صلبه. ده مهم جدا بالنسبه للمراه، مش عشان طبعا مش هنقلل من قيمه الرجل، ولكن هي اللي بتدير الأسرة وهي اللي بتحرك كل الأفراد اللي حواليها، وبالتالي إحساسها بالأمن والأمان، وده اللي نزلنا احنا خلاص طبعا داخلين على ثورة يونيو، كل سنة واحنا كلنا طيبين، ده اللي نزلها في ثورة يونيو، ان هي كانت عايزة الأرض ديت ثابتة والبلد ثابتة. خدنا ايه بعد كده؟ هقول لحضرتك حاجة، سيادة الرئيس مشكورا منذ توليه لمقاليد الحكم الحقيقة، هو وعد ونفذ، وكان دايما كانت نظرة سيادته ثاقبة، يعني هو شاف ان هذه المرأة، وده هو قاله صراحة في احدى مؤتمرات الشباب، لما بتشعر ان الارض دي ثابتة ومستقرة والبلد ثابتة، بتشعر بالامن على بيتها واولادها، وبالتالي بتدي اكتر. ومن هنا كانت بقى اللي هي مشاركاتها العديدة، اللي هي ثورة يونيو، الانتخابات الرئاسية الاولى الثانية، الاستفتاء على التعديلات الدستورية، انتخابات البرلمان، الشيوخ إلى غيرها، كانت بتشارك فيها، ومش بتشارك لوحدها، بتحرك الأسرة المصرية كلها. وبناء على ذلك كان في تقدير من القيادة السياسية زي ما وعد سيادة الرئيس من 2014 وحتى هذه اللحظة. احنا دايما بقول يمكن خلينا نتعدى الذهبي شويه، تقريبا احنا دخلنا في الماسي كمان، ان احنا ما شاء الله ما شاء الله خدنا مجموعه من المكتسبات التي لم نكن نحلم بها، او مثلا منها حاجات كنا بنناضل مثلا فتره التسعينات وبدايه الالفينات ان احنا نحصل عليها، فخدتيها على طبق من فضه. نتيجه لايه بقى؟ ان كان في تقدير، كان في احترام، كان في تبجيل المرأة المصرية، وزي سيادة الرئيس زي ما بيعمل مع كل الفئات، ولكن كان في اهتمام أكتر بالفئات اللي هي حقوقها كانت مهضومة، زي مثلا المرأة، الشباب، ذوي الهمم، كان في اهتمام بيهم أكتر، مع عدم إهمال باقي فئات المجتمع. عملنا إيه؟ خلينا نبدأ كده من البداية. اولا كان عندك عام كامل للمرأة 2017، العام ده لم تتوقف مكتسبات المرأة في يعني عليه فقط، ولكنه اكمل في مهذا، كان البداية اللي هو رسم الصورة هنعمل ايه، لان احنا استنى خلاله كمان او بعديه فترة بسيطة كانت اللي هي صدور استراتيجية تمكين المرأة 2030 اللي يعني وضعها المجلس القومي للمرأة بتوجيهات من سيادة الرئيس. أي. ثم اعتمدها سيادة الرئيس كوثيقة عمل شغالين بيها على الارض حاليا حتى هذه المرحلة. والجميل بقى في الاستراتيجيه دي ان احنا دايما استاذه مها، كانت السنوات الماضيه احنا معتادين على هذا للاسف قبل 2014، اللي هو ايه، هيعملوا اتفاقيه، هيعملوا استراتيجيه، هيعملوا معاهده، ما فيش حاجه بتتنفذ، لا دي بتتنفذ. وبدا المجلس فعلا بقياده دكتوره مايا مرسي، واسمحي لي ان انا احييها لان هي عامله شغل ممتاز على ارض الواقع، يتحرك ويعمل معاهدات ويعمل اتفاقيات. الاستراتيجيه بتوعنا بايه بقى؟ تمكين المراه سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، عندنا محور الحماية اللي هو الخاص أساساً بالعنف، وكل حاجة من دولت احنا بالرغم من ان احنا بنطبقها على أرض الواقع وبنطبقها بتوسع، وأقول لحضرتك ازاي، إلا انها بتطالب بزيادة تمكين. يعني إذا كانت مثلا نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ثم في مجلس الشيوخ كانت في الدورة الأولى 2015 148 سيدة البرلمان، وصلنا ل 163 سيدة، وما زالت الاستراتيجية يعني تطمح في الزيادة، وفي نسبة تمثيل أكثر من 25%، طبعا احنا تخطينا أكثر أصلها طالما بتمثل وبتقوم صحيح. بدورها وبتقدر انها تسد في المكان اللي هي محطوطه فيه، لا وشغالين على ارض الواقع. عايزه اقول لسيادتك احنا عندنا في مجله حواء، والله احنا السيدات دول الفضليات نائبات البرلمان والشيوخ، بننزل معاهم وبنشارك معاهم وبندعوهم لمبادراتنا وصالوناتنا وندواتنا، شغالين يعني لسه حتى هذه اللحظه، والله قبل ما اجي ببص كده عندي على مواقع التواصل، لا على طول مبادرات وعلى طول اجتماعات وعلى طول نزول يعني الارض الواقع. يكفي بصي خلينا افكركم بصوره جميله قوي، هي يمكن تكون رمزيه بس عشان نعرف المراه مقدره قد ايه وليها كيان قد ايه في المجتمع المصري. افتتاح دوره البرلمان 2020 اللي افتتحتها سياده النائبه الفاضله فريده الشوبيش،
يعني تخيلي ان امرأة تقديرا ليها بتفتتح هذه الدورة، عمرنا ما شفنا الصورة دي. عندك اول وكيل لمجلس الشيوخ سيادة النائبة فيبي فوزي، برضو وكيلة الشيوخ، نسبة تمثيل كمان نسب التعيينات اللي هو أقرها سيادة الرئيس من 10% بقت 20% اللي هي في يعني في المجلسين الموقرين، فإذا في تقدير أكتر. عندنا كانت حاجة جميلة بقى اللي هو أول ما تولى سيادة الرئيس مشكورا اللي هي اختيار سعادة السفيرة فايزة بونجا مستشار للأمن القومي. هل هذا كان يحدث يا جماعة؟ يعني إحنا عمالين نعد في حاجات ما كناش بنحلم بيها. كنت بتحلمي مثلا أن المرأة تبقى محافظ، بقى عندك بدل السنة المحافظ مكررة أكتر من مرة من أيام سيادة المهندسة نادية عبده، ثم عندنا دلوقتي سيادة المحافظ منال عاطف محافظ دمياط. كنت بتحلمي ان انت تبقي رئيس جامعه، عندك رئيس جامعه. في جزئيه مهمه جدا برضو احنا بنتكلم دلوقتي على الجانب الاداري والجانب السياسي، اللي هي دخول المراه للنيابه العامه. ده كان حلم، انا مش عايزه اقول لحضرتك ان احنا خدنا فتره التسعينات كلها، واحنا حتى بقى كنا ساعتها اللي هم ايه صحفيات وبننزل ونروح ونيجي ولغايه دلوقتي بنشارك، بس كانت القصه دي شغلانه جدا. ازاي في تمثيل رهيب اصلا للمراه ومشاركه في النيابه الاداريه واثبتت فيه. طب يا جماعه ما تتحط بقى على منصه القضاء. أيوة. شوفي ما شاء الله اللي هو سياده الرئيس هو اللي وجه بهذا القرار وتم تنفيذه وتلقت الدفعه دي التدريبات، وشفنا ما شاء الله المراه يعني واقفه على المنصه وان هي بتبتدي ان هي اصلا تشارك. ده كان حلم من الاحلام. هو دعم المرأة بشكل إيجابي أكيد بيديها فرصة لأنها تبدع ولأنها تثبت نفسها في هذا المجال. صحيح. المجالات المتعددة اللي حضرتك اتكلمتي عنها، بس ده أكيد ليه تأثير إيجابي على المجتمع كله مش على طبعًا المرأة بس. طبعا طبعا. بصي أقول لك حاجة، أنا مش عايزة أقول زي ما بقول لا ده المرأة مش نص، لا المرأة لا لا، إحنا كلنا يعني نساء ورجال بنتقاسم المسؤولية، ومسؤولية إعداد جيل جديد، وفي نفس الوقت تولي مسؤولية الحاضر، وإن أنت تؤدي دورك سواء بالنسبة لأسرتك أو بالنسبة للبلد. ولكن طبعا هذا التقدير بيديلها دفعة إن هي تعطي أكثر، إن هي تحس زي ما قلت لحضرتك هي ما بتحس بالأمان، بتبقى عندها إمكانية للعطاء، بتبقى حاسة إن هي عايشة في مكان مستقر، مطمنة على بيتها، مطمنة على أولادها. ده إحساس مختلف خالص. في جزئية مهمة جدا، إذا كنا اتكلمنا على المناصب بما إننا بنتكلم على الأمان، عندك بقى حزمة القوانين اللي أصدرت أو غلظت لحماية المرأة من كافة صور العنف، وبأكد مليون في يعني مليون مرة يا جماعة لو سمحتوا ما عندناش اساسا اللي هي ظاهره عنف. ظاهره دي معناها ان في دراسات وان الناس مش قادره تمشي والحقونا وانقذونا. انت عندك حالات فرديه زي اللي موجوده في اي مجتمع، ده ضروري جدا عشان ما نصدرش صوره غلط. ومع ذلك مع هذه الحالات الفرديه صدرت وغلظت مجموعه من القوانين لمواجهه ايه؟ الختان، التحرش، الزواج المبكر، الحرمان من الميراث. ويمكن أنا شرفت مؤخرا بحضور جلسة اللي هي الوصاية المالية على الأبناء بعد وفاة الزوج، دي أولى الجلسات اللي طرحت في الحوار الوطني وكنت مشاركة فيها. تخيلي إن قضية ممكن يراها البعض، يعني عايزة أقولك إيه، إن هي جزء من عدد كبير من القضايا، إن هي أول حاجة في المحور المجتمعي إن إحنا نفتتح بيها، ومشاركة رهيبة من كل الفئات سواء الأحزاب، الشخصيات العامة، الكتاب، الصحفيين، بيناقشوا هنعمل إيه في الوصاية المالية وهنعمل إيه بالنسبة للأبناء وإيه الأفضل والأحسن بالنسبة لهم. كل ده كان بيتم مناقشته، فهل هناك اهتمام أكثر من هذا؟ أكيد لا، يعني إحنا طموحين طبعا للأكثر، لكن الحقيقة يعني عندنا تشبع. لا أنا لكن لسه عايزين تاني. بصي عايزة أقول لحضرتك حاجة عشان بس نكون معتدلين، يكفي يكفي إن سيادة الرئيس في إحدى منتديات الشباب اللي إحنا بنعملها على المستوى الوطني ومؤتمرات الشباب العالم، لما سئل إحنا ليه ما عندناش وزيرة للمرأة، ف
فقال لك انا وزير المرأة. طب يا جماعة ده احنا عندنا سيادة الرئيس اللي هو يعني معلش بيدير كل أسنان الدولة، ده الظهر بتاعك وده اللي بيحميكي. وخلينا نقول حاجة مهمة قبل ما نقفل اللقاء، كفاية أمهات وزوجات وأبناء شهداءنا من القوات المسلحة والشرطة اللي موجودين معانا في كل الفعاليات في كل الإيفنتات، مش بس في أعيادهم، بيتم مشاركتهم ويتم حضورهم ويتم تكريمهم. يعني في تقدير أكتر من كده؟ أكيد، يعني إحنا لامسين ده وحاسينه، بس كمان اللي ملموس قوي وحسه كل مواطن في الشعب المصري المبادرات الصحية. صحيح. اللي تم تقديمها. صحيح. لخدمة المرأة عشان تقدر تخدم مجتمعها وتخدم أسرتها. صحيح. ده مش المرأة بقى، ده بصي زي ما احنا بنقول ان المرأة بتقود او بتشارك في قيادة الأسرة، فانت عندك حزمة من المبادرات الصحية اللي بتفيد الأسرة كلها. يعني اولا بالنسبة للمرأة، عندك الست المصرية صحة مصر، وبؤكد تاني ان هي لا تواجه بس مرض سرطان الثدي، لا، كافة أسنان الأمراض غير السارية ممكن تروحي وتكشفي وتتعالجي وتاخدي علاج بالمجان. طبعا. وموجودة أسنان سيارتها ومراكزها في كل الأماكن على مستوى الجمهورية. عندك 100 مليون صحة اللي هي نجحت في التصدي للفيروس سي، دي بتقدم خدماتها لكل أفراد الأسرة. عندك على مستوى المدارس اللي هي مواجهة التقزم بالنسبة للأطفال، توفير كمان العلاج للأطفال اللي هم حديث الولادة اللي هم بيصابوا بضمور العضلات. عندك اللي هي مواجهه اللي هي ضعف السمع، كل دي مبادرات بتطبق على مستوى المدارس فيما عدا ضمور العضلات طبعا على حديث الولاده، ودي كان فيها مشكله كبيره جدا لان تكاليف ونفقات علاجها غاليه جدا. عندنا حاجه مهمه قوي بقى بجانب المبادرات الصحيه، كويس ان حضرتك لفتتي نظري، المبادرات المجتمعيه. حياه كريمه، تكافل وكرامه. يا جماعه والله تكافل وكرامه، انا ما بقعد يعني مع سيدات يعني بنعمل مبادرات بتاعتنا في مجله حواء، فبقول لهم عايزه اقول لك يعني اللي هي بتقول لك ايه، كفايه ان في دخل انا باخده وانا قاعده. آه بشكل لي نوع من الامان. حتى انا في بعض الاحيان بقول لهم ايه، بس العائد بتاعه يعني اشوف بقى ردود افعالهم ده قليل، تقولي لا حتى لو قليل احنا ما كناش بناخده. أيوة كفايه طبعًا. ان انت بتساعدي اللي هي السيدات دول ان هم يتدربوا يبقى عندهم مشروعات، بتدي لهم يعني تسهيلات في المشروعات وتدريب على عن طريق المجلس القومي للمراه والجهات المعنيه على هذه المشروعات. عندنا مواجهه مشكله الغارمات. بصي احنا عايزين نعمل حلقه. صحيح. تبقى مدتها 3-4 ساعات. صحيح. عشان نقعد نتكلم على الانجازات اللي حصلنا عليها والمبادرات والاعانات والمعاشات. صحيح. والقروض الميسره، حاجات كتير. صحيح. قوي. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، كانت ضيفتنا الاستاذه سمر الدسوقي رئيس تحرير مجله حواء. هنخرج مع حضراتكم لفاصل صغير ونرجع نتكلم عن طرق التعليم الجديدة اللي مش جديدة.